مسلسل أولاد الحلال. يعتبر مسلسل أولاد الحلال هو المسلسل الدرامي الأكثر شهرة ونجاحا والأكثر مشاهدة في الجزائر، والذي تم بثه لأول مرة في رمضان 2019 على شاشة الشروق بليس. ورغم النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل، غير أنه لم يخلو من بعض الأخطاء الإخراجية كأي مسلسل عربي شهير. وفي هذا الفيديو سأعرض لكم أخطاء فادحة ظهرت في هذا المسلسل لم ينتبه لها حتى المخرج. وذكرنا لهذه الأخطاء ليس للتقليل من قيمة هذا العمل الجبار، بل للتوضيح أن لأي عمل سينمائي مهما كان كبير ومهما كانت ميزانيته، إلا أنه لن يخلو أبدا من الأخطاء، والتي تكون في بعض الأحيان أخطاء كارثية وغبية. لكن قبل البدء، ضع إعجابك بالفيديو لنرى كم عدد الأشخاص المحبين لهذا المسلسل الشهير. الخطأ الأول هو مطاردة الشرطة لبائع المخدرات حسين، والذي هو أخ الطفل ربيع، حيث أنه في أثناء مطاردة الشرطة لحسين نلاحظ خطأ إخراجي كارثي، حيث قام حسين الهارب من الشرطة وهو يقفز فوق عربة عم فرج ليصطدم بالنادي الفتحي الذي يشتغل عند علي، ويقترب من الوقوع على الأرض. لكن عند الانتقال إلى زاوية أخرى نشاهد أن حسين لم يصل أصلا إلى النادي، وبعد وصوله يقوم بدفع النادي الفتحي لتجنب الاصطدام به. ونلاحظ ايضا خطأ فادح جدا في نفس المشهد، وهو ظهور ميكروفون التقاط الصوت في الزاوية المعاكسة كما تشاهدون في الصورة. الخطأ الثاني هو حديث محافظ الشرطة مع ليلى التي تتمنى تغيير حياتها لتورطها في قضية العطور منتهية الصلاحية، حيث ظهر لنا شعار الشرطة وهو مصنوع بالورق وهو يهتز. والسؤال المحير والعجيب هو لماذا لم يستعين المخرج بشعار حقيقي أو حتى من النحاس أو من الخشب. الخطأ الثالث هو عند خروج ليلى من السجن وفرحة أبناء الحي بها بعد إطلاق سراحها من طرف الشرطة، حيث نشاهد في بداية المشهد ظهور رضا ووراءه شاب يرتدي بدلة بيضاء وقبعة كما تشاهدون، وفي نفس المشهد شاب يرتدي قميص برتقالي وسترة سوداء يقف عند الجدار. لكن كما تشاهدون عند تغيير زاوية التصوير نلاحظ اختفاء الشاب الذي كان وراء رضا، واختفاء الشاب صاحب القميص البرتقالي من مكانه وظهوره في مكان آخر غير المكان الأول كما تشاهدون في الصورة. الخطأ الرابع حيث حاولت ريم إسكات والدتها التي كانت تترجى رجال الشرطة بإطلاق سراح ابنها حسين، حيث ظهرت ريم وهي تهدئ في والدتها، وبعد الانتقال للمشهد الثاني ظهرت وهي ترتدي سوارا أسود على يدها، وهذا ما لم يظهر في اللقطة الأولى تماما كما تشاهدون في الصورة. الخطأ الخامس حيث ظهر في المشهد زينو وهو يتحدث مع ليلى بخصوص الأموال المسروقة وهو في شدة الغضب، حيث ظهر علي وهو يقاطعهما، مما جعل ليلى تنصرف من المكان مسرعة لتعود من جديد أمام الكاميرا وهي تختبئ من وراء السيارة المركونة وراء المشهد، وهو الخطأ الذي لم ينتبه له المخرج كما تشاهدون. الخطأ السادس وهو عند زيارة السي خالد للحومة، حيث عندما كان الحوار يدور بينه وبين صهره علي، حيث كما تشاهدون ظهرت الكاميرا بشكل واضح وكبير خلف نافذة السيارة كما تشاهدون في الصورة، بخطأ كبير وفادح جدا لم ينتبه له المخرج أو حتى المحرر الذي قام بإنتاج الفيديو.
الخطأ السابع الذي ظهر فيه رضا وهو يتحدث إلى دليلة، حيث ظهر خطأ إخراجي آخر عند تغيير زاوية المشهد، حيث ظهرت أيضا إحدى كاميرات التصوير في المشهد بدون أن ينتبه لها المخرج أو حتى المحرر كما تشاهدون. الخطأ الثامن وهو عند الحوار الذي دار بين ريم وعلي حين عرض عليها فرصة العمل عنده في البيت، حيث أن ريم رفضت العرض الذي قدمه لها سعلي، حيث نشاهد أن المشهد كان فيه خطأ إخراجي كبير وفادح جدا، وهو ظهور المصور وهو يحمل الكاميرا عند تصوير المشهد، ربما لم ينتبه له المخرج أو حتى المصور. الخطأ التاسع حيث كانت زوجة توفيق تبكي لتقوم بعدها برمي كأس الزجاج التي كانت تحمله على سطح المطبخ، وبعدها تنتقل الفتاة لتجلس على الكرسي وهي تبكي، حيث كما تشاهدون لم يكن فوق الطاولة سوى إبريق الشاي وكأس فيه قليل من القهوة. وبعد مرور اللقطة من زاوية أخرى حيث نشاهد كأس الماء بجوار الإبريق وكأس القهوة، وحتى بعد نهوضها نشاهد أن الكأس الذي كان فوق سطح المطبخ اختفى من مكانه الذي سقط فيه قبل بداية المقطع كما تشاهدون. الخطأ العاشر والأخير في المشهد الذي كان فيه مرزاق وزينو يتحدثان إلى بعضهما، وكان باب السيارة مفتوحا أثناء الحوار، وبعد فترة قليلة وعند انتهاء الحوار بين زينو ومرزاق ينصرفان للركوب إلى السيارة، حيث نشاهد أن باب السيارة مغلوق ليقوم زينو بفتحه مباشرة كأنه كان مغلق منذ بداية تصوير المشهد، وهذا المشهد أيضا ربما لم ينتبه له المصور أو حتى المخرج. في الأخير ما هو الخطأ الذي تراه فادحا برأيك من بين كل هذه الأخطاء؟ ولو كنت أنت المخرج لما وقعت فيه؟ شاركنا برأيك في التعليقات، وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس لتتوصل بالجديد فورا، وتحياتي لكل طاقم مسلسل أولاد الحلال.